انا لازم لازم اسيطر على احزاني، لازم اسيطر، لازم املي وقتي. قلت استاذي موجود، زوجي، اتعلم منه الخط. يعني أساوي أرمات، لوحات، يعني لافتات وخط، وأدرس الخط. 40 سنة درست الخط، ولدي طلاب يعني يأخذون جوائز في تركيا، أريسكا، والبلاد العربية وهكذا. الرجل طلاب كذلك. أعشق عمل زوجي هذا الخط. وقت كان في بلدنا من زمن بعيد، أنا أعشق هذا، أعشق الخط العربي. حتى وقت اللي يكتب يعني أعشق صرير القلم، صوت القلم، هذا يعني هيك يعني أعشقه، أتمتع هيك يعني أستمع إلى هذا الصوت الجميل، أحس كأنه زقزقة عصافير.